إسحاق الأوربي ودوره في تأسيس الدولة الإدريسية. هو سهيم قبيلة أمازيغية صنفت من بين أهم القبائل أثناء الفتح الإسلامي، تشهر في كتب التاريخ باستقباله لإدريس الأول وبمساهمته بشكل حاسم في إعلانه إمام ومؤسس لأول سلالة علوية في التاريخ الإسلامي. احنا هنا بحضور إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي. تاريخنا كينطلق من معركة فخ اللي وقعت في شهر ذو الحجة سنة 169 هجرية، أي 786 ميلادية، بالقرب من مكة المكرمة. وقعت بين العلويين والقوات العباسية في عهد الخليفة هارون الرشيد. انتهت المعركة بهزيمة جيش الإمام الحسين بن علي الفخي واستشهاده وقتل عدد كبير من أفراد البيت العلوي واضطهاد الباقين، من بين الناجين إدريس بن عبد الله الكامل. هرب من مذابح العباسيين فعبر البحر الأحمر وصل إلى مصر، توقف في القيروان، ومن هناك صار في اتجاه المغرب الأقصى. برفقته كان مولاه راشد اللي ذكروا البكري والحميري كأمازيغي، حتى أن البعض قالوا أنه من قبائل أوربة وبالضبط من عشيرة إسحاق. على أي حال، رحلة إدريس وراشد انتهت عام 788 بمدينة وليلي قاعدة جبل زرهون بعد إقامتهم بضعة أيام في طنجة. وهنا نزل إدريس في دار أمير أوربة إسحاق بن محمد بن عبد الحميد. كانت قبيلة أوربة مستقرة بشكل رئيسي في وليلي اللي كانت كتعتبر آنذاك واحدة من أهم المدن في المغرب. المدينة كيقول عليها في كتاب رود القرطاس ابن أبي زرع اللي عاش في العصر المريني أنها كانت خصبة كثيرة المياه والغروس والزيتون، وكان لها سور عظيم من بنيان الأوائل. من بين فروع القبيلة كما حددها ابن خلدون كاين الجاية المستقرة بشمال تازة، ورغيوة كذلك في منطقة تازة، وجهجوكة في منطقة القصر الكبير، ومزياتة في ورغة، وستة على الضفة اليمنى لواد ورغة، وأنفاسة ضمن قبيلة سلاس الجبلية، وغيرها من التشعبات اللي كتعطينا فكرة عن أهميتها ومداها. كان زعيم أوربة آنذاك إسحاق بن محمد بن عبد الحميد، استقبل مولاي إدريس ورحب به. كان ذلك في ربيع الأول 172 هجرية في وليلي، واللي كانت العاصمة القديمة للملك الأمازيغي جوبا الثاني والمركز الإداري والاقتصادي لإقليم موريتانيا الطنجية الرومانية. استمر هذا الاستقبال بصفة سرية لمدة 6 أشهر، وبعدها بايع إسحاق المولاي إدريس كإمام. على عكس الأسطورة اللي كتقول بأن القبيلة الأمازيغية المضيفة سلمت على يد إدريس الأول، أو على الأقل تقنت معارفها الدينية بفضله، فلازم نذكروا بأن إسحاق وعائلته كانوا على الدين الإسلامي منذ 3 أجيال على الأقل كما يثبت ذلك اسمه. بل أكثر من ذلك، فإسحاق كان من أتباع مذهب المعتزلة، ونقل هذه المعلومات عدة مؤلفين مثل الأندلسي البكري أو المغربي ابن أبي زرع. يقول البكري: نزل إدريس على إسحاق الأوربي المعتزلي فتابعه على مذهبه. وهكذا كان تعاون فعال بين إدريس والمعتزلة برئاسة إسحاق الملقب في عدة مصادر بإسحاق المعتزلي. وإلا كيف نفسر بأن زعيم قبلي بهذه القوة وافق على التنازل عن السلطة ودعم التطلعات السياسية للوافد الجديد، كيف ما كان الحال غريب عن المنطقة إن لم يكن هناك توافق عقائدي وولاء تام لآل البيت. في شهر رمضان جمع إسحاق أعيان القبيلة وعرفهم بإدريس وبنسبه وبفضله وشرفه ودينه، فرحبوا به وقالوا كما تشير لذلك عدة مصادر: الحمد لله الذي أتانا وشرفنا بجواره، فهو سيدنا ونحن عبيده، نموت بين يديه، فماذا تريد منا؟ قال إسحاق: تبايعونه. قالوا: سمعا وطاعة. وهكذا كانت بيعة مولاي إدريس في وليلي يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان عام 172 هجرية الموافق ل 6 فبراير 789 ميلادية. وخضع إسحاق على عاتقه مهمة دعوة القبائل المختلفة وزعمائها للالتفاف حول الإمام، وتوافدت قبائل متتالية على البيعة.
يعتقد بعض المؤلفين أن كنزة الأورابية اللي تزوجها إدريس الأول في زرهون هي ابنة الشيخ إسحاق اللي غيكون إذن جد الأدارسة، لكن هذا الرأي ما كيشاركوش الجميع، خاصة عندما نعرف النهاية المأساوية لإسحاق واغتياله. تقول عدة مراجع من طرف إدريس الثاني أو عرب الأندلس اللي استغلوا صغر سنه، فإسحاق كانت له مراسلات مع أمير الأغالبة ومقر القيروان إبراهيم ابن الأغلب اللي عينوا العباسيون أمير إفريقيا. كل هذا يأتي في السياق ولوج الوفود العربية اللي جاءت للانضمام إلى إدريس الثاني منذ عام 805 واحتلت مراتب رفيعة في الإدارة والجيش. جاءوا من بعدهم أفواج عربية من إفريقيا والأندلس، وهكذا تركت الدولة الجديدة إطارها القبلي اللي بدون شك غيكون عنده تأثير على مكانة الأوربة. تستحضر المصادر التاريخية المؤامرة اللي دبرها إسحاق ضد إدريس الثاني بالتحالف مع دولة الأغالبة التابعة للخلافة العباسية، لكن ظروف اغتيال إسحاق والأسباب الجدرية تظل مجرد تكهنات. اللي ثابت بدون شك هي أن الشخص اللي مهد طريق لإدريس الأول مات في ظل حكم الإبن إدريس الثاني، وعلى الرغم من أن صورته ليست كاملة إلا أنها كتسلط الضوء على الدور الرئيسي للقبائل الأمازيغية في ذلك الوقت المحوري والذي لم يتم التطرق له بشكل يشفي الغليل.